جاء جدول فعاليات مهرجان الفجيرة للفنون لهذا العام حافلاً بالفعاليات المتنوعة ليوفر أمام جمهوره فرص الاختيار. فبينما ينظم جانب كبير من الفعاليات في وسط مدينة الفجيرة، اختارت المونودراما لنفسها ديبا الفجيرة في انحياز لوجود أحد أهم مسارح المونودراما في المنطقة، من حيث العروض التي استقطبتها ممثلة في مسرح جمعية ديبا للفنون الشعبية وبيت المونودراما. ويهدف مهرجان الفجيرة للفنون لتشجيع وإحياء الطبوع والموروثات الحضارية العريقة، لا سيما على مستوى الوطن العربي والمشرق الإسلامي والعالم، حيث تشارك فيه فرق شرقية وغربية من مختلف أنحاء العالم، ليجتمع محبو الفن بمختلف أنواعه تحت سماء إمارة الفجيرة. نحن طبعاً نتشرف دائماً وأبداً نحضر الفعاليات التي تقام على أرض الدولة، وهذا واجبنا إحنا كفنانين ومعنيين بالثقافة في دولة الإمارات. نحن نتواجد، هذه جهود كبيرة تبذلها الحكومات، يعني حكومة الإمارات والحكومات المحلية، وبالتالي يعني لازم إحنا نكون موجودين، لأن في دعم كبير من حكوماتنا وقياداتنا الله يحفظهم للفعل الثقافي والفني على مستوى الدولة. انتهيت من مسلسل المحتالة، تأليف نجاة حسين، إخراج المخرج الأردني محمد العوالي، ومعي نخبة كبيرة من النجوم. الحقيقة أجواء ممتعة وسعيدة، انبسطنا فيها كلنا. نحن عن بيئة شامية يبدو ما عاد فينا نستغني، لأنه هذا مطلب جماهيري، وأصبح يعني هذا الجنس من الأعمال أو هذا اللون من الأعمال اللي أنا بسميه حالة الفرجة. الناس تحب الفرجة مثل ما بتروح المعارض، مثل ما بتروح السينما. هاي الأعمال الشامية فرجة في رمضان، وجبة خفيفة في رمضان. يمكن برات رمضان ما يكون لها هذا الحضور الطاغي أو هذا القلق مثل رمضان. رمضان له حكاياته، له حكايات مثل ما بيقولوا البسيطة الممتعة. وهلا أنا السنة طبعا خلصت الجزء الثالث من طوق البنات، اللي هو أنا بعتبره عمل اجتماعي أكثر منه عمل بيئة، وعندي هلا عم نصور عطر الشام. من أول دورة وأنا بعتبر نفسي يعني من جزء من المهرجان، يعني من الأعضاء المؤسسين، مجموعة شباب نحتوا في الصخر فعلا إلى أن يصل المهرجان إلى هذا المستوى اللي احنا شفناه. هو بدأ الحقيقة ناجح ومتميز، ولكن أصبح النهاردة علامة من علامات الفجيرة. الناس بتستنى الدورة يعني من عام لعام أو من عامين لعامين. يعني مستمتعة صراحة بالعروض المختلفة والثقافات المختلفة من كل دول العالم، وإن شاء الله يا ربي للختام يعني تكون هاي العروض دائماً شيقة. حالياً نحضر إن شاء الله، عندي مسلسل لرمضان مع المخرج علي العلي والكاتب محمد حسن أحمد. كانت أول يعني مشاركة لي بالإمارات، وصراحة كنسخة أولى للمهرجان، فعلاً لقى إعجاب مني ومن الفرقة، وصراحة الافتتاح كان جد رائع ومميز. ونحن إن شاء الله نتمنى إعادة التجربة. حلو الإنسان أنه يكتشف معالم جديدة بالفن، هالشي هذا بينبه الشخص أنا مثلي كطبيب أسنان أنه يشوف شيء جديد، معالم فنية جديدة، هالشي ممكن تعطيني إيحاءات، هالشي كتير ممكن يزيد لخبرتي ويزيد لفني بتجميل الأسنان، فهذا الشيء كتير حلو، وهي نشاطات كتير حلوة، وحلو أني أكون موجود فيها. مشاهدينا ومتابعينا في قناة الظفرة، نكون دائما إن شاء الله عند حسن ظنكم، وتابعونا دائما. شكرا لكم. بتمنى أنه دائما تتابعوني من خلال قناة الظفرة، والسنة أكيد أكيد لنا أعمال على قناة الظفرة، وقناة مميزة، قناة أسرة. قناة الظفرة لها خصوصية، وخصوصية محلية وطنية. إحنا نحتاج لمثل قناة الظفرة في حياتنا الثقافية، ويعطيكم العافية على كل البرامج اللي تقدمونها، ونتمنى لكم إن شاء الله كل خير. أتمنى أن تكون قناة الظفرة يعني إضافة للإعلام بشكل عام، وتكون حتى مصحح لمساره الفوضوي الملخبط اليومين دول. يعني نتمنى سعادة بتواجدنا معكم، ونشكر قناة الظفرة. كل التوفيق لكم.